انتقل السيد رحمه الله سيد خؤلي بيان فضيلة ثانية. أنا ذكرت لكم هذه النقطة وتأملوا فيها، أنه أي فضيلة تذكر لأمير المؤمنين غير قضية الوصاية والخلافة كله لا ضير فيه. مهما أردت أن تثبت فضيلة لأمير المؤمنين، شجاع، في القضاء لا يدانيه أحد، في الفقه لا يدانيه أحد، في الزهد، في العلم، في ما شئت تصف لأمير المؤمنين من الصفات كله لا ضير فيه، التفتوا، إلا أن تكون هذه الصفة لازمها الوصاية والخلافة. كأنه نرجع من جديد المن إلى الفضيلة الأولى، عمدة الفضائل هي الوصاية والخلافة. كم هائل من الفضائل لأمير المؤمنين، ثبت ما شئت إلا أن تكون تلك الفضيلة الثانية لازمها الرجوع المن إلى قضية الوصاية والخلافة.